قالوا إن الإنسان عنده كم محدود من الإرادة. الكم ده ممكن يستهلك في حاجات، لو استهلك يبقى عامل زي شوية مية دلقتهم بقت الكوباية فاضية. فقال لك بيستهلك في إيه؟ قال لك رقم واحد في جلد الذات، حمل العار على الأكتاف والمشي بيه، أخطاء الواحد بيعملها، تصرفات ببقى كاره نفسي أنا عملت كده ليه، لكن دماغي تقعد تشتغل في شتمي وتبكيتي وإيلامي لنفسي إزاي يحصل مني حاجة زي كده. عشان كده صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لهم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ما تقولش على نفسك أنا ضايع، التصرف هو اللي كان ضايع مش أنت اللي ضايع. ودايما ربنا سبحانه وتعالى كان يقول لنا إن الإنسان لما يغلط ويتوب ربنا هيقبله، فأفد الصفحة دي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإنسى بقى الغلطة اللي عملتها والعيب اللي فيك، ربنا يعينك. جلد الذات بيوهن الإرادة.